طب خليكي معايا مدام هبه، معانا كمان الاستاذه الهام ابراهيم، وكيل مديريه التربيه والتعليم بالجيزه. برحب بحضرتك استاذه الهام. انا وكيل وزاره التربيه والتعليم بالجيزه الهام احمد ابراهيم، والحقيقه انا استمعت جيدا للمكالمه بتاعت الاستاذه هبه، وانا سعيده ان اولياء الامور هيساعدوني في اتخاذ القرارات الحاسمه. انا بقالي فتره، طبعا انا استلمت عملي في الجيزه بتاريخ 12/8 العام الماضي، مشاكل كثيره وبنحلها، لكن انا توقفت في هذا التوقيت بعد ما جاني فعلا شكاوى كثيره جدا من اولياء امور ان مديري المدارس والسكرتيريات اللي شغالين في المدارس بيبتدوا يعملوا نظام ومنهج، انت ادفع هات ورق، وانت هات غزمه، وانت هات دهان، وانت ادفع 3000، وانت ادفع 4000، وانت 2000. والشكاوى دي جت وانا استمعت اليها جيدا، رحت مشكله لجنه فوريه داخل المديريه بناء على سياده الكوتشيم، مدير متابعه تنسيقيه ولجنه عنده، مدير المتابعه الفنيه، مدير الامن عندي، التوجيه المالي والاداري، وعملت اجتماع خاص مغلق، وعملت اللجنه دي باشرافي انا شخصيا، والعلاقات العامه معايا هتتابع بيان ببيان، وهبعته لكم، يعني هعلن رسميا عن كل حاله وهتتحول قضيه رشوه. تواصلت مع هيئه الرقابه الاداريه، نفس الشرفاء اللي معانا بيشوفوا على التعليم بالجيزه، وفعلا بعت امر اداري لكل مديري عموم الادارات ان انا هحاسب مدير عام الاداره ووكيل الاداره ومدير المدرسه اللي هيثبت ان هو طلب تبرع لعيني ولا نقدي، حق الولاد وحق المواطنين يتعلموا زي ما الدوله كفلت لهم التعليم. تمام. في مصروفات مدرسيه طبقا لقرار وزير التربيه والتعليم فقط هي اللي يتم تجميعها بناء على النشره اللي بتيجي من الاداره المركزيه للشؤون الماليه بالوزاره. اما الوزير شغله عمل مجهود كبير جدا في تطوير التعليم، وكان عامل لقاء معانا كمدير المديريات عشان نعمل شغل وتكليفات عشان يحسن صوره التعليم. هم كده الناس دي بتبوظ كل جهد بيبذل في سبيل تطوير التعليم او يعني الحصول على خدمه تعليميه متميزه. طيب استاذه الهام، كلنا مضطرين نحارب الفساد، وانا عايزه السيده، طبعا احنا القرار ده احنا قلناه وعملنا بيان بارقام التليفونات الموبايلات والتليفونات الارضيه، اي ولي امر هيروح مدرسه هيتصل برقم من الارقام اللي انا حطيتها على صفحه العلاقات العامه في مديريه التربيه والتعليم بالجيزه، هتطلع اللجنه وهم اللجنه شغاله دلوقتي بتمر على المدارس، ولكن الشكوى تجيني وما يخافش ولي الامر. ده اللي انا عايز اسال حضرتك فيه، انه بعد اولياء الامور ما تقدموا بشكاوى، هل في ضمانه ليهم انه اولادهم يتقبلوا في المدارس؟ لان ممكن يكون هناك بعد كده تعنت ويرفضوا ان هم يقبلوهم. هي التحويلات لها قواعد، والقبول المدارس لاول مره له قواعد. طالما ملتزمين بالقواعد وفي شفافيه، انا عمري ما كتبت تاشيره من يوم ما دخلت الجيزه اوافق او لا مانع، بقول وفق القواعد ولا واحد، والساده النواب اعضاء مجلس النواب كلهم بيجوني المكتب وعارفين هذا الكلام، وعمري ما واحد فيهم قال لي قولي اوافق ولا مانع، لانهم عرفوا السيستم اللي ماشي. انا عندي رول بيمشي، هذا ابن واحد موظف صغير زي ابن موظف كبير في الدوله، احنا ماشيين بترتيب، الناس بتحول طبقا لكذا، حتى ساعات اقول لولي الامر طب اكتبي واحد رغبه، واحد اثنين ثلاثه. بيجوا بقى مديرين المدارس، عايز المدرسه دي طيب ادفع كذا وانا اعمل لك كذا، اعمل كذا وانا اعمل كذا، هذا الكلام مرفوض تمام. اللوائح والقواعد بتاعت التحويل هتتم، ومفيش ولي امر يخاف ان مدير المدرسه يتعامل، لان انا ساعتها ما هيحصل ده في مدرسه، مدير المدرسه هيمشي وحد وكيل الاداره ومدير الاداره. مش هيتعامل بهدوء مع المواقف دي. ولا ان ده يحصل اطلاقا بافساد ما تبذله الدوله في مجهودات التعليم، واللي انا بعمله طول الليل والنهار دي كمينة في مكتبي. ليل نهار بنشتغل، ما نبوظش ده، حق المواطن ولي الامر لازم ياخده، ولازم ولي الامر ما يخافش، احنا كلنا فريق عمل واحد، لو تكافت اولياء الامور معانا. المشاركه المجتمعيه يا استاذه دي بتتم ازاي؟ في عندنا اداره اسمها المشاركه المجتمعيه. دي رجال اعمال وناس تدفع تبرعات لدفع المصروفات، تبرعات لكذا كذا، بتبقى بجهاز بموافقه القيادات العليا، وبيبقى لها نظام، واحد يجي عايز يدفع مصاريف لعدد طلاب، توجيه مالي واداري بيجيب الناس المستحقه، لها نظام، مفيش حاجه اسمها كل ولي امر يدفع عشان يدخل لك ابنك. ده رشوه وانا ما بسميهاش حاجه ثانيه الا كده. بس ده سلوك كان معترف بيه فتره طويله جدا يا فندم. انا بقول لسيادتك، انا مسكت شغلي 12 اغسطس الماضي، جيت لقيت التحويلات، حاولنا نحل مشاكل التسجيلات، مشاكل كتير عندنا، ولكن احنا التراكمات بتتحل. بشكرك وبتمنى طبعا